سواء كان بقى الجهاز المصرفي او الحكومه. تمام. احنا عندنا ازمه دولار، عندنا ازمه دولار، مش هنقعد بقى نلف حوالين نفسنا. تمام كويس. طيب نعمل ايه في ازمه الدولار؟ نحاول بقدر الامكان نشتغل على الطرفين. ايوه. ناحيه ان احنا نخفض من الطلب على الدولار، وناحيه تانية ان احنا نشوف وسائل لرفع الاحتياطي باي ثمن. اكبر غلطه وقعنا فيها هو الحقيقه ضياع الاحتياطي، ده عمليه خطيره. تمام. خطيره الحقيقه. فانا لو جيت قلت مثلا الحكومه تقدر تعمل ايه بسرعه؟ أيوة. الحكومه تقدر تعمل قائمتين. واحنا في ظروف استثنائيه، وده يبيح لنا القانون الدولي، عشان في ناس تطلع تقول لك لا لا اصل ما دين اتفاقيات. لا يا سيدي، في الظروف الاستثنائيه من حقك تاخد اجراءات استثنائيه.